بندر 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 انت قلت امام الجميع الان لحظه يا استاذ بندر بندر راح حسب الناس بندر لا انت انت لحظه امام الجميع انت اعترفت ان يزيد ولي امر شرعي اعترفت ولا لا ايوه اسمع اذن اذن على الحسين ان يتبع يزيد في المنشط والمكره صح نعم لا 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 اول شيء لا حول ولا قوه الا بالله انا سولف اول شيء الحسين رضي الله عنه وارضاه لم يبايع يزيد واحد اثنين عندما هذا اطم يعني يعني يجوز لانسان لا يبايع يا ابن العم ليش الهروب انت الان تهرب من الالزام على ان الحسين عليه السلام لم يبايع هذا معناه ايش بس اسمح لي اسمح لي الله يرحم والديك الله يرحم والديك خلينا نكلم الناس بوضوح الله يرحم والديك الان انا موجود في زمن يزيد يزيد هو الخليفة الشرعي وانا سني وعندنا السنة انه يجب ان يبايع هذا ولي الامر النبي قال يجب على كل انسان وابو يعلى الفراء في الاحكام السلطانية وعلماءك كل علماءك اذا تريد واحد اثنين ثلاثة عشرة عشرين الان اقرا لك يقولون يجب ان يبايع الامام ولا يجوز الخروج على الإمام وإن كان فاسقا وحديث صحيح عندكم أنه تصبر وإن ضرب ظهرك ودمغك وأخذ مالك وما أعرف إيش في المسلم تسمع وتطيع ليش تلفون وتدورون إذن الحسين يجب أن يبايع يزيد عندكم ده صرحوا فيها صرحوا تفضل حسولف معود عبد الرحمن حسولف يلا تفضل حسولف هو أول ما ذهب إلى الحسين رضي الله عنه وأرضاه عندما ذهب إلى الكوفة تمام عندما أتى الجيش وقال عفوا إلى الكربلة عندما قال خيرهم بين ثلاثة أما أن يرجع من خيره من خيره من خيره الاتي منو 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 من مين خيار مين اعتقد اعتقد ابن شو اسمه ابن نسيت اسمه والله لان انا تعرف انه ما عندنا يعني تخصص لازم تعرف اسماء الصحابه او ابناء اسماء الصحابه يعني يعني هو صحابي صحابي اللي خيره صحابي لا 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 لا, لا تابعي تابعي هنسولف اريد اقول لك منو شو السولف مين هو اللي قال للحسين عليه السلام تعال خيرك لا لا الحسين هم خيروا الحسين اي منهم هم هم مين مين هم مين الجيش الجيش اللي موجود بكربلاء جيش منو سني لو شيعي لا شيعة شنو هذا جي هذول تابعين لاي دوله كانوا الشيعة تابعين لابن زياد وابن زياد عنده دولة شيعية لا اللي قال الحسين تعال نبايعكم شيعة لحظة انت الان تقول الجيش تعال نبايعكم عمي عمي بندر الله يرحمه هذه خليني مو انا الان انت تقول انه اللي خيروه هو الجيش الشيعي جيش ابن زياد ابن زياد كان بدولة هو صاحب الدولة الشيعية ولا ايش كان سني لا لا هو والي لا هو والي وكان قائد الجيش الامام علي يعني ها يعني هو معروف زين كان قائد الإمام علي كان ميت الإمام علي كان ميت ايش فيك انت لا الإمام علي يعلم الغيب وشلون الإمام علي ميت حي الإمام علي شلون يجيبك الدعاء وهو ميت حي الإمام علي الآن الإمام علي كان حي لا انت عندكم باعتقادكم الإمام علي حي انا لا انت شو دخلك بعدنا انت انا سألتك يا سنة تلاحظون الهروب يا سنة الان الان عندك عند يا استاذ بندر يا استاذ بندر يا استاذ بندر يا حبيبي يا عيون الآن عندك أنا لما سألتك ولي أمركم عندكم قلت يزيد عندنا ولي أمر شرعي أنتم عندكم الآن الحسين خرج على الشرعي عندكم قلت لك لا خرج عليك وتقول لي لا لأنهم خيروا فقلت لك من الذي خيره هذا عندكم قلت لي عبيد الله بن زياد صح ولا أنا غلطان نعم لكن لم يخرج أحسن هذا عبيد الله بن زياد اسمع عبيد الله بن زياد وجيشه اللي خيره الحسين ذول كان دولة شيعية ولا دولة سنية
لا لا لا، هو اصلا بشكل عام يعني كانت حتى الشيعه ذاك الزمان مو نفس شيعتكم الان يعني، عرفت؟ انا اسالك سؤال، عبيد الله بن زياد والجيش كانوا تابعين وياخذون رواتب من الدوله السنيه للدوله الشيعيه؟ والله لا لس بيكم بهذا السؤال. اي لا 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 متوهم، مو من بني اميه عشان تسبي. لا طال عمرك شو اسمه الجيش شنو الجيش الغالب، خلني اسولفك ايش السؤال. في الجيش من شيعة الحسين رضي الله عنه وراه. ها يعني عبيد الله بن زياد كان دولة شيعية؟ لا لا مو الدولة، ممكن يكون واحد يا اخي، يمكن واحد قائد على الناس، لكن هذول الناس ماشي الشيعة. هذا الجيش اللي خيره الحسين كما تتفضل كان جيش شيعي، واحد خيره، واحد خير الحسين بس واحد جاء للحسين رضي الله عنه وارضاه قال له يعني ارجع. الحسين قال لا لحظه قبل شوي قلت جيش، هدوء قبل شوي قلت جيش، اللي خير الحسين واحد ولا مجموعه؟ لا 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 واحد. شو اسمه هذا الواحد؟ والله ما اعرف اسمه لا اطلع بحذك اسمه. اقول لك تطلع خلك فره، دخلك فره وتعال، خلك فره وتعال يا معود، خلك فره وتعال الله يرحمك. حطمت التاريخ، والله حطمت التاريخ. خلك فره وتعال، خلك فره وتعال، اخذوا لكم فره وتعالوا. يا اهل السنه بالله عليكم، هؤلاء من يمثلونكم؟ يا أهل السنة بالله عليكم، أترفعون رؤوسكم بهؤلاء؟ يا أهل السنة أتفخرون بهؤلاء؟ أهؤلاء فخركم؟ أهؤلاء محاوريكم؟ يا أهل السنة أين مشايخكم؟